الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، ويشدد سيادته على أن مصر ستواصل مواجهة التطرف ومن يموله ويقف وراءه. رئيس الوزراء يؤكد أن الإرهاب والإرهابيين يستهدفون عملية التنمية، ويوضح أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الأعمال الإرهابية. عبد العالي يؤكد دعم مجلس النواب لقوات الشرطة والجيش في مكافحة الإرهاب، ويطالب بإعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية وإنشاء صندوق لصرف هذه التعويضات. الرابع عصرا في القاهرة الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. مرحبا بحضرتكم. وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث الإرهابي والذي وقع أمس الأول الجمعة، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا سيادته على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي اليوم بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، حسب ما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. واستمع الرئيس خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأكد الرئيس على أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب. هذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة اللواء أشرف أمين المتخصص في الشؤون الأمنية. سيادة اللواء، بعد الترحيب لحضرتك، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث الإرهابي والذي وقع للأسف أمس الأول الجمعة. برأيك كيف يتم تكثيف هذه الجهود الأمنية والعسكرية في تلك الفترة لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، خاصة أن الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق وعرة للغاية؟ أولا تحياتي لأستاذتك وتحياتي لجميع السادة مشاهدي قناة النيل الأخبار. طبعا حس السيد الرئيس ويعني سرعة لقائه وتنسيقه بين القوات المسلحة وبين الشرطة بخصوص هذا الفعل الأثيم الذي حدث منذ 48 ساعة وله تبعات، وأتخيل أنه ما زال حتى وقتنا هذا في عمليات في هذه المنطقة لها دور كبير جدا حتى لإعطاء يعني دفعة لأبنائنا أن القيادة السياسية دائما تقف في خلفهم وتدي الدعم القوي، وأيضا للوصول لأعلى نتائج حتى يتم رد الفعل المناسب لهذه لما تم، وأيضا لمعرفة بعض المعلومات وتبادل بعض الأعمال، وأيضا لاختيار الموقف القوي الذي سوف يتم خلال ساعات إن شاء الله. نعم. ويمكن هذا التنسيق الذي حدث من السيد الرئيس له دور كبير أيضا في هذه القرارات القادمة. نعم. في هذه اللحظات التي يمر بها الوطن، ما هي الرسالة التي يجب أن توجه للشعب يا فندم؟ أولا الشعب هو يعني المعني في هذه هذا الوقت بالذات، إن هو لازم يبقى يقف بجوار أبنائه وليس فقط لتوجيه أو تأكيد الاتهامات دون أي داعي. لازم معرفة الموقف الحقيقي
ويعلموا ان احنا ما زلنا في حرب ضروس بيننا وبين الارهاب، ويمكن موجه الينا الارهاب بكثافه خلال الفتره دي، واحتمال ان يمكن في بعض المعلومات لا تفيد ان لابد ان احنا نعلم ان في حرب قويه بيننا وبينهم خلال الايام القادمه، وان شاء الله نحن منتصرون، واكيد هيبقى لينا دور قوي في يعني القضاء على جزء كبير من الارهاب والاقتلاع للمناطق التي وجد فيها اثناء الفتره الاخيره، وخاصه منطقه الواحات، ويمكن الحدود التي بيننا وبين منطقه الصحراء الغربيه في تكثيف للتواجد فيها، ويمكن ايضا في بعض الامور التي يتم ايضاحها خلال الساعات القادمه للقضاء على هذه البؤر الإرهابية. وماذا عن دور الإعلام في رأيك؟ والله الإعلام احنا يعني يمكن احيانا في بعض الأخطاء التي تصدر من الإعلام، ولابد نعلمه ان في بعض المواضيع عندما تثار وارد جدا تجيب نتائج سلبية، او ان هم لوجود سبق معين احيانا يتناولوا بعض المواضيع او بعض المقاطع التي لها اثر سلبي ايضا على القوات، ولها ايضا اثر سلبي على الشعب وعلى المواطن ككل. نربى بهم ان هم لابد ان يكون في سيناريو موحد وفكرة موحدة علشان نقدر نوصل ايضا الافكار الخاصة بتاعتنا، حتى لا يتم يعني تناول هذه المواضيع حتى في الخارج بطريقة سيئة. نعم. وتظهر حتى ضعف يعني أجهزتنا، وبخاصة عندما لا تكون يا فندم لا صحة لها. عبر الهاتف سيادة اللواء أشرف أمين المتخصص في الشؤون الأمنية، شكرا جزيلا لحضرتك. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الإرهاب لا يهدف فقط إلى استهداف أمن واستقرار مصر، وإنما عملية التنمية الشاملة. وفي كلمته أمام مجلس النواب بشأن حادث الواحات الإرهابي وإعلان حالة الطوارئ، أوضح أن مجلس الوزراء وافق على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الأعمال الإرهابية. في ضوء الظروف التي تمر بها مصر وفي المرحلة الراهنة، فقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017. وإني لا أتشرف بإحاضة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ. إن إعلان حالة الطوارئ في هذا التوقيت لهو إجراء ضروري، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت في إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسيرتها الحضرية والتنموية. هذا وقد نعى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال شهداء الشرطة في العمليات الإرهابية والتي استهدفتهم على طريق الواحات، مؤكدا أن قرار فرض حالة الطوارئ لا يمكن أن يقصد الأبرياء أو المواطنين، ولكنه موجه للعصابات الظلام وهؤلاء الإرهابيين الذين كرهوا الحياة وحقدوا على الوطن وأبنائه. وأضاف عبد العال في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن إعلان حالة الطوارئ يأتي وفقا للإجراءات الدستورية التي يراعيها مجلس النواب ولجنته العامة، مؤكدا أن مجلس النواب يقف خلف القيادة السياسية لمكافحة الإرهاب ويدعم قوات الشرطة والجيش في هذه المعركة. لا غنى عن العمل في هذا الوقت بالذات بقانون الطوارئ. سبقتنا الكثير من الدول، دول ديمقراطية ودول تعشق الحرية، ولكنها قننت كل إجراءات ونصوص قانون الطوارئ في قانون يسمى مكافحة الإرهاب. هؤلاء الذين لا اعتبرهم مصريين، وإنما عاشوا في هذا الوطن يكتنزون أمواله
ويعيشون هادئين آمنين ويرفضون أي إجراء لحماية هذا الوطن. قانون الطوارئ لا يمكن أن يقصد الأبرياء ولا يقصد المواطنين، ولكنه يوجه وفي الدرجة الأولى لهؤلاء الإرهابيين الذين كرهوا الحياة وحقدوا على الوطن وحقدوا على أبنائه. ومن مقر مجلس الوزراء ينضم إلينا مباشرة مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، ما هو أهم ما جاء خلال كلمة رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم في مجلس النواب؟ نعم أحمد، يعني جلسة اليوم هي جلسة بالطبع خيمة عليها الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له قوات الشرطة في منطقة الواحات البحرية. بدأت بكلمة من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجه أو هاجم من خلال هذه الكلمة الإرهاب الأسود الذي يدمر مصر أو يحاول أن يدمر مصر، وأكد على انتصار مصر في هذه الحرب الشرسة، وأكد على أن هذه المعركة هي ذات أمد طويل. كما وجه رسالة لرجال الشرطة بأن مجلس النواب يدعمهم بقوة ويقدر دورهم البطولي. ومن ثم جاءت كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أثناء هذه الجلسة، وأكد فيها أو طالب فيها مجلس النواب بضرورة الموافقة على إعلان حالة الطوارئ التي طالب بها أو التي أعلنها الرئيس السيسي قبل أيام لمواجهة هذا الإرهاب بكل قوة وجسارة، مؤكدا على أن هذه الحالة أو حالة الطوارئ هذه لن تضر أو لن تقيد أي حرية لأي مواطن مدني، وأنها فقط لمواجهة الإرهاب. كما أشار أن الوجه القبيح للإرهاب يطل كلما تشهد مصر كثير من الإنجازات، وما يحدث الآن هو يؤكد على أن مصر تمضي في الطريق الصحيح، وأن الإرهاب لا يستهدف فقط تدمير البلاد أو محاولات زعزعة الاستقرار، بل يستهدف أيضا التنمية التي تحاول مصر أن تصل لها أو تسعى في طريقها الآن. بعد ذلك قام الدكتور علي عبد العال بدعوة اللجنة التشريعية والدستورية لسن أو لإنشاء مشروع قانون لضحايا الحوادث الإرهابية من رجال الشرطة والجيش، وأكد على سرعة مناقشته من قبل المجلس. وبعد ذلك تم عقد جلسة للجنة العامة أو اجتماع للجنة العامة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية لمد حالة الطوارئ أو لإعلان حالة الطوارئ، وبالفعل كانت هناك موافقة من قبل اللجنة العامة، وبدأت الجلسة العامة للاجتماع للمجلس بشكل عام منذ دقائق قليلة لأخذ الرأي النهائي حول قرار اللجنة العامة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية لتبدأ حالة الطوارئ من 13 من أكتوبر الجاري ولمدة 3 أشهر في كافة محافظات الجمهورية. نعم، طيب عمرو، يعني هل لك أن تلقي لنا الضوء على أهم مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها اليوم؟ نعم أحمد، يعني لم يتم مناقشة مشروعات قوانين في هذا اليوم، بل تم سرد عدد من مشروعات القوانين التي قامت الحكومة بتقديمها أو عدد من أعضاء البرلمان، وتم إحالة هذه المشروعات إلى اللجان المختصة لمناقشتها ومن ثم عرضها على الجلسات العامة وأخذ الرأي المبدئي ثم الرأي النهائي حولها. بالطبع يعني كما ذكرت لك في بداية هذه الخدمة الإخبارية بأن حادث الواحات الإرهابي يعني خيمة بظلاله بشكل كبير على جلسة اليوم، على الرغم من عدم إدراجه على جدول الأعمال لأنه بالطبع كان بشكل فجل. نعم، شكرا لك عمرو عبد العزيز مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس النواب. مرحبا بحضراتكم من جديد. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في تياطيها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شاهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة. وأكد مسؤول المركز في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية. وأضاف أن وزارة الداخلية تهيب بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات
أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. شيعت أمس الجنازات الشعبية والعسكرية في عدد من محافظات مصر لشهداء الشرطة البواسل الذين طالتهم يد الغدر والخيانة أثناء مداهمتهم لوكر إرهابي بمنطقة الواحات. تقدم الجنازات القيادات الشعبية والتنفيذية وأهل الشهداء والآلاف من المواطنين الذين ظهرت عليهم مشاعر الحزن والألم. قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة حمدي الكنيسي إيقاف برنامج الإعلامي أحمد موسى على مسؤوليته المذاعة على إحدى الفضائيات بسبب ما قدم فيه من محتوى يتنافى مع قانون النقابة الذي يحظر أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد. وقال وكيل نقابة الإعلاميين طارق سعد إنه سيتم إيقاف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع أحمد موسى عقب اجتماع طارئ لمناقشة التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال البرنامج في حلقته أمس بشأن حادث الواحات الإرهابي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بين مصر وأستراليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لبيرتوكو سيغروف الحاكم العام لكومنولث أستراليا. وقد أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين لا سيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي. وأكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الحاكم العام لأستراليا قدم التعازي في ضحايا الحدث الإرهابي والذي وقع بمنطقة الواحات أمس الأول مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره. يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الإيطالية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الوضع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية. كما يبحث الجانبان الموضوعات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم بمعاقبة 11 إرهابيا بالإعدام شنقا والسجن المؤبد بحق 14 متهما آخرين والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر حدث، وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمشاركة في التجمهر لارتكاب جنايات القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة وضابط آخر في الأمن المركزي وصنع مفرقعات شديدة الانفجار. بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين بالدول العربية برئاسة مصر. يناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين بالدول العربية تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب. غادر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي متوجها إلى واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب. وسوف يناقش المؤتمر خلال فعالياته عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما يجري الفريق محمود حجازي خلال زيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين تستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي دكتور حيدر العبادي.
جرى خلال الجلسة اليوم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي. في السياق ذاته وقع العراق والسعودية رسميا على تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين. كان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد وصل أمس السبت إلى السعودية، فيما يعتزم القيام بجولة إقليمية تشمل عدة دول عربية. وقد عقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين العراق والسعودية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والعاهل السعودي. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأفاق التعاون بين البلدين الصديقين وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة. هذا وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الجبير على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة الأمريكية السعودية. كما بحث الجانبان سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه إيران والميليشيات الموالية لها ومواجهة الإرهاب والتطرف. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه تم بحث العلاقات الثنائية وتيلرسون وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك. أضاف الجبير أن المملكة تسعى إلى توطيد العلاقات مع العراق وتطلع إلى مزيد من التعاون والتنمية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة. دكتور محمد، بعد التحية، يعني رغم الهدف المعلن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للسعودية اليوم هو جولة جديدة للوسطة مع قطر، لكن المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل تجنب إلى حد ما التركيز على هذه النقطة. هل هذا معناه أنه لا جديد طرأ على هذا الملف؟ في الواقع أن زيارة الوزير الأمريكي تشكل أهمية في هذا الوقت بالذات، حيث هناك شبه قمة سعودية عراقية من أجل تدارس الأوضاع المختلفة في المنطقة، أيضا على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة بهزيمة داعش في عاصمتها الوسطى، مواجهة المخاطر التي كانت السبب في تأجيج ما يحدث في المنطقة العربية، توحيد الصفوف من أجل مستقبل المنطقة ومجابهة إيران العنصر المشارك في هذه المنطقة. قضية قطر وما أدراك ما قطر، أعتقد أنها هي قضية الآن تعتمد على الموقف القطري الذي هو الآن في وضع مزري، لا يعرف بالضبط ما يفعل. التطورات في المنطقة من حوله تجاوزته تماما، اجتماعها في أحضان إيران، إيران محاصرة، إيران في مرمى الأهداف سواء الدولية أو الإقليمية. فقطر لم تعد قضية كبيرة جدا إلا لقطر نفسها، نعم. هي قادرة على أن تتخلى عن عنادها وتنساغ إلى ما هو مطلوب منها القيام به. طيب دكتور محمد، يعني على صعيد العلاقات السعودية العراقية، شارك وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته للسعودية في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، ما دلالة هذه المشاركة الأمريكية من وجهة نظرك؟ وأيضا كيف ترى الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس التنسيق السعودي العراقي في دعم العلاقات بين البلدين؟ المؤكد ان الامر المفرح في المنطقه العربيه هو هذا التقارب السعودي العراقي القوي المبني على اسس لمحاوله ابعاد العراق عن ارتمائها كما ارتمت في فتره معينه في اعضان ايران، او ما اعتقدت ايران ان العراق اصبح وكأنه جزء من إيران. التقارب السعودي العراقي يشكل أهمية كبرى لمستقبل المنطقة، لمواجهة الإرهاب. السعودية والعراق كانوا شركاء في محاربة داعش سواء كان في الموصل أو في معظم المناطق.
الحضور الأمريكي يشكل أهمية، لأنه أيضا شريك للعراق وشريك للمملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وشريك للمملكة العربية السعودية في محاربة مسببات الإرهاب في المنطقة. وهذا يدل على أنه إذا المملكة والعراق كونتا يعني جسم عربي لمجافعة هذه التحديات التي أكتوت المملكة والعراق بنيران التدخلات الأجنبية، فأنا أتصور أن أمريكا يعني قدرها أيضا أنها فاعل في الشأن العراقي في الشأن السوري في أكثر موقع. توجهات الرئيس الأمريكي الآن توجهات مختلفة تماما في مجابهة إيران، وتعمل مع الحلفاء لخلق منطقة عربية جديدة تخرجها من المآسي التي مرت فيها على مدى 3 عقود مضت. تمام. طيب دكتور محمد، أيضا يعني وزير الخارجية الأمريكي حرص على حشد يعني الجهد السعودي ضد كوريا الشمالية، محذرا من خطورتها على الأمن والاستقرار العالمي بأسره. ما الذي يمكن أن تقدمه المملكة العربية السعودية في هذا الشأن أيضا؟ المملكة العربية السعودية سياستها قائمة على محاربة التطرف والإرهاب، وأيضا يعني الوقوف ضد أي دولة تستخدم الأسلحة الغير تقليدية، الأسلحة النووية، كوسيلة تهديد للأمن الأمن والاستقرار في العالم. فكوريا الشمالية هي نسخة، أو إيران تريد أن تكون نسخة أخرى لكوريا الشمالية في المنطقة. بالتأكيد المملكة العربية السعودية لا تريد لإيران أن تكون كوريا في منطقتنا، تهدد كيفما تشاء وتعمل كيفما تشاء. لذلك منسجم موقفها، منسجم تماما مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الدول المارقة عن القانون وعن الاعتراف بالأعراف والقوانين الدولية، والتي تعمل لتأكيد الأمن والاستقرار في العالم. نعم، أشكرك دكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. في العراق قصف طيران الجيش العراقي مواقع لتنظيم داعش الإرهابي، مما أسفر عن مقتل 25 من عناصر التنظيم بالقرب من الحدود العراقية السورية غرب البلاد. وأوضح بيان للجيش أنه أثناء قيامهم بعمليات تفتيش لمناطق الحدود مع سوريا، تم العثور على معسكرين لتنظيم داعش الإرهابي تمكنت الطائرات من تدميرها بشكل كامل. قتل كل الإرهابيين وتدمير 13 سيارة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقال إلى مرحلة جديدة نحو السلام في سوريا، تكون الولايات المتحدة منخرطة فيها، معتبرا أن استعادة مدينة راقة تعني نهاية تنظيم داعش الإرهابي. وأشار ترامب في بيان للبيت الأبيض أن الانتصار الذي حققته ميليشيات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة بالانتقال قريبا إلى مرحلة جديدة في سوريا. وأضاف ترامب أنه سيتم خلال المرحلة القادمة العمل على دعم القوى الأمنية المحلية وخفض العنف في أنحاء سوريا وتهيئة الظروف لسلام دائم، لكي يتعذر على الإرهابيين العودة إلى تهديد أمننا المشترك مجددا. استعادت وحدات من الجيش السوري اليوم السيطرة على بلدة خشم في ريف دير الزور الشمالي الشرقية، وواصلت مطاردة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة حويجة صقر. وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش تنفذت عمليات عسكرية على تجمعات التنظيم وتحصيناتهم شرق نهر الفرات، وسيطرت خلالها على بلدة خشم بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور، مما أسفر عن مقتل العديد من عناصر داعش وتدمير عرباتهم. يأتي هذا غداة استكمال واستعادة الجيش السوري السيطرة على حقل العمر النفطي الذي يعد من أكبر حقول النفط في سوريا، وذلك بعد عملية إنزال جوي في الحقل فيما واصلت تقدمها في ريف دير الزور الشرقي. قتل اليوم 7 أشخاص على الأقل، معظمهم من النساء، جرى انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق خارج العاصمة الصومالية مقديشو.
ويعد هذا التفجير الذي وقع لدى مرور حافلة صغيرة في بلدة دانيغا على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مقديشو، حيث تنشط في هذه المنطقة الجماعات الإرهابية المسلحة. يأتي بعد نحو 10 أيام من انفجار شاحنة في مقديشو أسفر عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين. نشرتنا متواصلة مع حضرتكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. استطلاعات أولية تؤكد فوز رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بنسبة كبيرة في الانتخابات التشريعية المبكرة. الرئيس السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، ويشدد على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يمول ويقف وراءه. رئيس الوزراء يؤكد أن الإرهاب والإرهابيين يستهدفون عملية التنمية، ويوضح أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الأعمال الإرهابية. الدكتور علي عبد العال يؤكد دعم مجلس النواب لقوات الشرطة والجيش في مكافحة الإرهاب، ويطالب بإعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية وإنشاء صندوق لصرف هذه التعويضات. ما هو قادم الاقتصاد؟ أصحابكم في هذه الجولة الاقتصادية زميل محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك أحمد وشكرا لك دينا. أهلا بحضرتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. وزير الزراعة يعلن رفع الحظر الخليجي على الصادرات الزراعية المصرية. أهلا بحضرتكم. أعلن وزير الزراعة عبد المنعم بنا موافقة دول الخليج المتمثلة في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وتأتي تلك الخطوة بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاثة. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من أول سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من العام التالي. أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم أن الشركة ستتعاقد على شراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية والمتنوعة من القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، وذلك وفقا لخطة الشركة لتحديث أسطولها. وقال مسلم إن الشركة ستتعاقد على ضم تلك الطائرات فور الانتهاء من دراسة العروض التي قدمتها كبريات الشركات المصنعة للطائرات والشركات العالمية المتخصصة بتمويل وشراء الطائرات.
بحثت وزيرة الاستثمار صح النصر مع سفير سويسرا لدى القاهرة بول جارنييه زيادة الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020. ودعت نصر السفير السويسري لزيادة استثمارات بلاده في مصر مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. بدوره قال السفير السويسري إن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين في نوفمبر المقبل. أبدى الرئيس التنفيذي لشركة أبكس الأمريكية سعادته بعمل الشركة لأول مرة في مصر والتي أصبحت جاذبة لاستثمارات كبريات شركات البترول العالمية. جاء ذلك خلال استعراض وزير البترول طارق الملا مع مسؤولي شركة أبكس الأمريكية وأبكس مصر موقف العمل في منطقتي الامتياز التي فازت بهما مؤخرا للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وغرب بدر الدين. كان الملا قد عقد جلسة مباحثات كذلك مع السفير الكندي الجديد بمصر لبحث فرص الاستثمار التعديني بمصر. وصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى من منطقة التجارة العالمية في زيارة لمصر تستغرق 5 أيام لمناقشة مسودة تقرير مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية الخاصة بمصر. من جهته قال وزير التجارة طارق قابيل إن زيارة الوفد تمثل البعثة الثالثة لوفد المنظمة إلى القاهرة منذ ديسمبر الماضي للإعداد لمراجعة السياسات التجارية الخاصة بمصر، كما أنها تمثل شهادة ثقة من قوة اقتصاد الدولة. تبان أداء مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 764.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1 مليار جنيه. بدأ اليوم إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع الأراضي التي تم طرحها في 19 مدينة جديدة خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 29 أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يبدأ إجراء القرعة من اليوم وحتى السبت الموافق 25 نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان. أفادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن خطة 2017-2018 تستهدف تنفيذ مشروعات في مدينة العالمين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 393 مليون جنيه. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن الخطة تستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمدينة العالمين الجديدة خاصة في مشروعات الطرق والاتصالات. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة لاستكمال بانوراما مع زميلي أحمد فؤاد ودينا أبو الفتوح. شكرا لك محمد. أكدت استطلاعات أولية فوز رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بنسبة كبيرة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت اليوم ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم. ويتجه التحالف المحافظ بدعامة رئيس الوزراء إلى الفوز ب 311 مقعدا من أصل 465 في البرلمان. انتخابات عامة مبكرة تشهدها اليابان دعا إليها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يرجح أن يحقق فوزا كبيرا فيها ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم، بينما تواجه بلاده تهديدات كوريا الشمالية. ويبدو أن رئيس الحكومة القومي في طريقه لكسب رهانه والبقاء في السلطة حتى 2021، أي إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية التي ستجري في طوكيو عام 2020. وفي حال حدوث ذلك سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة، وكان حوالي 8 سنوات من قبل.
ورغم الأمطار الغزيرة في العاصمة طوكيو والجزء الأكبر من البلاد التي يفترض أن يضربه إعصار ترافقه رياح عاتية، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا من قبل الناخبين. أعتقد أن شينزو أبي يحتاج إلى 10 سنوات أخرى لاستعادة الاقتصاد الياباني بشكل كامل. حالة العالم ليست مستقرة في كثير من النواحي، وأعتقد أن الحزب الديمقراطي الليبرالي هو الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لعلمهم بشؤون البلاد. رئيس الوزراء شينزو أبي كان قد أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة من منصبه في حال عدم حصول الائتلاف الحاكم على الأغلبية التي تعادل 233 مقعدا، في وقت تواجه فيه البلاد العديد من التحديات على رأسها الزيادة المقررة في الضرائب واقتراحات بشأن تعديل الدستور، فضلا عن سياسة البلاد النووية وموقف طوكيو حيال تهديدات كوريا الشمالية. توجه الناخبون اليوم في إقليمي لومباردي وفينيتو بإيطاليا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حول التصويت على الحكم الذاتي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقتين. يقترع الناخبون في إقليمي لومباردي وفينيتو في إيطاليا بأصواتهم حول ما إذا كانوا يريدون حكما ذاتيا أكبر. رئيس إقليم لومباردي أعرب عن أمله في أن تصل نسبة المشاركة في الاقتراع بدرجة كبيرة من ناخبي المنطقة البالغ تعدادهم نحو 7.5 مليون. التصويت الإلكتروني يتسم بكفاءة بالغة وعملي وسريع جدا. لم يكن هناك حوار كاف حول الحكم الذاتي في لومباردي، لكنني أعتقد أنها مسألة مشروعة يمكن تطبيقها في كل الأقاليم. وبالرغم من أن استفتاءي الحكم الذاتي اللذين يقرهما الدستور الإيطالي لا يطلبان الاستقلال، فإن موجة السعي لنيل هذا الحكم تمثل تهديدا لسلطات روما، ورئيسي الإقليمي سينالان وضعية أفضل في مفاوضات السعي وراء حصص أكبر في عوائد الضرائب وانتزاع بعض المسؤوليات من روما. إقليما لومباردي وفينيتو يشكل معا نسبة 30% من الناتج القومي للبلاد ونحو ربع الهيئة التصويتية في إيطاليا، ويأمل زعماء الإقليمين في الحصول على سلطات أكبر في مجالات مثل الأمن والهجرة والتعليم والبيئة. ونتوقف في ساعتنا مع أخبار الرياضة. نقطة وست تمريرات حاسمة، وأحرز أليكس لين 15 نقطة و9 تمريرات لمصلحة الضيوف، لكن ذلك لم يكن كافيا ليفوز أصحاب الأرض بالمواجهة بفارق 42 نقطة. تأهل المصري محمد الشربجي إلى نهائي بطولة تشانيل فاس للسكواش في بريطانيا بعد فوزه على الهندي سوراف غوسال ب3 أشواط دون رد في نصف النهائي. كما تأهل المصري الآخر علي فرج إلى المباراة النهائية أيضا بعد فوزه على البيروفي دييغو إلياس ب3 أشواط مقابل شوطين، ليضرب موعدا مع الشربجي في نهائي مصري خالص للبطولة. مشاهدينا، انتهت الوقفة الرياضية، وعودة مرة أخرى إلى السياسة والزملاء أحمد ودينا. شكرا لك يا عبير، ودائما الختام.